أدب يا رسول الله، وعلي صوتك بالغنى وعيني عليك يا طيبة، وكلها أغاني وكلمات الحقيقة أكتر من رائعة، محفورة جوانا تعبير الكلمة بالدراما، ربطه بالواقع العايش اللي احنا عايشين فيه، تفاؤل، حزن، أمل، كل ده الحقيقة مجموعة وخليط من المشاعر والأحاسيس قدمته لنا ضيفتنا، ضيفتي وضيفة حضراتكم النهارده، الشاعرة الكبيرة كوثر حسين. رحب بحضرتك كوثر مصطفى. كوثر مصطفى، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا اهلا بيك. بيك اهلا اهلا بيك يا استاذة كوثر. ايه الكلام الجبار اللي انت يا بتقوليه ده؟ اخي تصدق. لا يعني الحقيقة انا هاخد من الكلمات المعاني اللي حضرتك بتقصديها، بس قبل ما نخش بقى في تفاصيل الشعر الجميل والكلمات الجميلة، حضرتك عايز اعرف البداية كانت ازاي؟ بداية عادية، شاعرة زي أي شاعرة مصرية بتكتب، بتحاول تنشر شعرها، بتحاول توصله. أول ديوان عملته ونزل السوق كان إنتاج الهيئة العامة للكتاب. الديوان كان اسمه غريب شوية، فلفت نظر المخرج خالد شارع فاشتراه. لما قرأه لقى فيه مجموعة أغاني هي بالظبط نفس الأغاني اللي هو عايزها في فيلم بيشتغل عليه. كان اسمه ايه الكتاب؟ الديوان كان اسمه موسم زرع البنات. موسم زرع البنات. الاسم مستفز شوية، فقال ايه شوف ايه الحكاية دي. فلقى فعلا مجموعة من الأغاني هو اوريدي عايزها في الفيلم بتاعه. فدور عليا، قعد طبعا فترة عشان يلاقيني، هو اتصل بيا وقابلته، ومن اغاني الفيلم ده تعرفت على الفنان محمد منير. الفيلم حصل ظروف انتاجيه ما قدرناش نكمله، برغم ان المرحوم حسين الامام كان عامل له مزيكا حلوه قوي، ومنير كان فعلا سجل الاغاني، سيناريو الفيلم كان رائع، الدكتور يحيى عزمي، لكن ظروف انتاج ما كملناش الفيلم. بس تعرفت على منير وبدانا نشتغل. وفي الفيلم اضطريت انا امشي بره، سافرت اسبانيا فتره، رجعت من اسبانيا لقيت منير منفذ لي اول اغنيه، وهي ساح يا بداح. ساح يا بداح، ساح يا بداح، يا سؤال جراح. ما الذي كان وما عادش وراح؟ قمر انطفى وانكفى واختفى، نهر ما بلش حتى الريق، واه يا براح، اه يا براح عمال بيضيق، صبح وزي الصبح التاني، وليل ملضوم في الليل التاني، وانا مش رايح وانا مش جاي وانا مش واقف حتى مكاني. ايه اللي اتكسر؟ فص اللولي ولا المرمر؟ طول العمر العسكر عسكر، بس الناس كانت ناس، وكان الحلم قصادي براح، وساح يا بداح، ما الذي كان وما عادش وراح. الله عليك. دي اول اغنية. دي اول عمل مع الفنان محمد منير. تمام. بعد كده توالد علي صوتك بالغنى، غناها نجم محمد منير مع النجم الكبير في فيلمه يوسف شاهين. جت ازاي؟ منير هو اللي رشحني ليوسف شاهين، وهو اللي خدني ليه، وهو اللي خدني الكمال الطويل يعني، واقنعهم ان انا هقدر اعمل الغنوه دي. وفعلا ربنا سهل بعد مجهود كبير يعني، وقدرت اطلع بالظبط اللي عايزه الاستاذ يوسف شاهين. رحت وجيت كذا مره، انا تعبت في الاغنيه، بس انا سعيده جدا ان هو تعبني فيها. عشان في الاخر طلعت بالمستوى ده. عايز اعرف، هل الشاعر والفنان بيوظف كلماته في السياق الدرامي؟ يعني الطلب من حضرتك او اتحكى لحضرتك موقف، فانت بتقدري تكتبي حاجه للموقف ده خاصه بيه، ولا دي كلها بتبقى احاسيسك ومشاعرك انت بتحطيها على الورق؟ لا لا لا، هتكتب دراما، هتشتغل غنوه للدراما، فانت ملزم بفكره الفيلم وبموضوعه وبرؤيه السيناريست وبرؤيه المخرج. انت جزء من الكيان ده. فلازم تبقى انت وهم واحد. اللي هم عايزينه بالظبط هو ده اللي لازم اكتبه. انا قريت السيناريو وقابلت المخرج وقابلت الاستاذ خالد يوسف،
كان هو المساعد بتاع الاستاذ نعم. يوسف شاهين في نعم. الفيلم لاول مره، وخالد بصراحه تعب معايا جدا في المنوره يعني هو اللي كان رايح وجاي معايا فيها، مش الاغنيه دي تحديدا. هي كانت اول اغنيه مع يوسف شاهين مع شركه افلام مصر العالميه، وكان خالد يوسف ده اول فيلم بيساعد فيه يوسف شاهين، وانا بالنسبه لي دي كانت اول مره اتعامل مع عملاق زي ده فكنت متاخده شويه، فخالد اللي كان متوليني فعلا كتبنا كتير قوي على الغنوه بس يعني ما تمتش الموافقه غير لما وصلت للمستوى المستوى المطلوب نفسه، المستوى المطلوب وقدرت اتوحد بقى مع الغنوه. عايز اسمع كلماتها من حضرتك. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه، ولسه ياما وياما وياما جاي في عمرنا، ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما، ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، وتداوي جرح اللي انجرح، ينشبك حلمك في حلمي، ترقص ارقص غصب عني ارقص، وعلي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه، ولسه ياما وياما جاي في عمرنا. من الاغاني اللي فيها تفاؤل كبير قوي وبتشجع الواحد على الحياه، فيها اراده فيها تحفيز للاراده اللي رفع الروح وهي دي بذاتها. كان عندك تجربه تانية مع المخرج الكبير خالد يوسف في فيلم العاصفه، فيلم العاصفه وكانت التعاون كان في ايه؟ التعاون كان في اغنيه وده ايه ده ده ايه ده ده ايه، دي اغنيه غنتها دويتو كان ما بين هاني سلامه وحنان ترك. والاغنيه الثانيه كان اسمها مين يهمه، غناها الفنان محمد منير ولحنها برضو الاستاذ كمال الطويل. ومين يهمه من اغانيه المهمه جدا، وخالد كان حبيبها قوي واشتغل عليها كويس، ولحد النهارده لسه اعتقد الاغنيه دي بالنسبه له من الاغاني المهمه. اعتقد انه مش هقدر اعدي الفتره اللي فاتت 3 سنين من عمر مصر، كانوا مهمين جدا، حصلت فيهم احداث تاريخيه اعتقد ان الاجيال اللي جايه هتذكرها وهيدرسوها في كتب التاريخ، ثورتين يناير ويونيو. عايز اعرف اثر في كوثر الشاعره الاحداث اللي حصلت في مصر، كتبتي حاجه عن الحاله دي؟ اثر اثر ده قلب كياني كله يعني انا اتغيرت واتبدلت واتولدت وعرفت وحاجات كنت مسلمه بيها اكتشفنا غلط، وحاجات كنت بحلم بيها اكتشفت ان انا كنت في وهم، وحاجات كنت شايفاها غلط جدا اكتشفت انها صح جدا وانا اللي كنت فاهمه غلط. يعني حصلت مراجعات كتيره قوي خلال الفتره دي. عايز اعرف كتبت ايه بقى؟ كتبت مين يقدر يمنع دوران الارض، سريان النهر وعبير الورد، الفجر يشقشق من بعد الليل والوطن الحر بالخطوة يمت، من يقدر يمنع، مش قادرة افتكر. كلها بتدور على التغيرات اللي حصلت، وكلها بتدور انه في ارادة للناس، مش كده؟ ما حدش يقدر يمنع حلم الناس، من يقدر يمنع احلام الناس بالدفى والقوت، من يقدر يمنع الغنوة تغني وبعينه الصوت، عطشان يشتاق لسبيل المية، من يقدر يمنع حلم الحرية، من يقدر يمنع القمر الضوي سكك العاشقين، من يقدر يمنع الصبر يحلي شاي المساكين، ولا حد هيقدر ولا حتى الموت. يعني دي حاجة من ضمن الحاجات أنا كتبت كتير. عايز أعرف اخر حاجه وعايز اختم بيها مع حضرتك وتقوليها، ممكن قديم او جديد، يا عيني عليك يا طيبه، دي اللي انا الحقيقه مش انا بس، اعتقد انه ناس كتير لما بتسمعها تاثر في كل الناس لانه كلها مجموعه من المشاعر والاحاسيس اللي حسينا بيها. اتفضلي. هقول يا بلادي مين انا،
انا بنت من البنات، غير اول حبيتك وسكت، بنت لقيتني طالعه وجهي في القلب غيمه، يجرى مهما يجرى صورتك في عينيا حلوه، والعشق يا بلادي العشق لي حالات، يا بلادي مين انا؟ انا بنت من البنات وزي بنات كتير، بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي، يكفي ألف عالم ويفيد من ألف ميل، قلبي من قلب نسك وأغنيات حماسك وحواري مهما يجرى ما تعرف مستحيل، أبات دموع تجري واصحى الصبح بدري، فتحة شبابيك عيوني على حلم ملوش مثيل، فتحة راديو الأغاني على أجمل أغنيات، يا بلادي مين أنا؟ أنا بنت من البنات. من أحلى الكلمات وأحلى البنات الحقيقة الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وحضورك كمان عندنا في 10 الصبح. بكده تكون خلصت فقراتنا وحلقة النهاردة من 10 الصبح، بكرة إن شاء الله تقابل مع حضراتكم بإذن الله في نفس هذا الموعد قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، إلى اللقاء.